إذن هو البيان رقم 12 الذي خرج اليوم من القيادة العامة للقوات المسلحة على لسان المتحدث العسكري. 12 بيان، كل بيان به تفاصيل، كل رقم من هذه التفاصيل، كل كلمة وكل مفردة ربما نقرأها في دقائق ونصفق وربما نبكي أو نتباكى، لكن كل كلمة وكل مفردة وكل حرف بدماء وأبطال وأرواح وأوقات عصيبة للغاية بيعيشها أبناء هذا الوطن على الجبهة بطول البلاد وعرضها. البيان النهاردة كان بيحوي مجموعة من الأرقام ومجموعة من العمليات ومجموعة من الإنجازات، كما قلت مرارا أهداف في شباك الإرهابيين، أو بالأحرى لم يعد هناك شباك للإرهابيين يتلقوا فيها أهداف. تم تدمير كل البنى الأساسية للإرهابيين، ولم يعد هناك في سيناء مكان، ولم يعد هناك جحرا، ولم يعد هناك فأرا. القوات المسلحة بتبحث وبتدير الأمر بدقة متناهية. وما لفت نظري في بيان اليوم بعد 20 هدف و185 هدف بمناطق العمليات، وأخطر ما جاء اليوم هو إحباط محاولة انتحارية للعناصر الإرهابية لاستهداف عناصر القوات المسلحة، وتم القضاء على عدد 4 فرد تكفيري مسلح شديدي الخطورة يرتدون أحزمة ناسفة وزيا عسكريا مشابها لعناصر القوات المسلحة. أنا مش هأتطرق إلى ما جاء في البيان، فجميعنا سمع هذا البيان وتابعه عبر وسائل الإعلام منذ الصباح وحتى الآن. لكن هذه العبارة أن هناك عمليات تفخيخات وأفراد بيقوموا بأحزمة ناسفة لتفجير أنفسهم، ده بدعني ماذا يعني؟ هذا يعني وبالتحديد وبدقة أن الإحباط والقنوط وانسداد كل أبواب الأمل لدى هؤلاء وصل إلى مدى. الإرهابيون وصلوا إلى مرحلة الانتحار. الإرهابيون في سيناء وصلوا إلى المحطة الأخيرة في معركة بيواجه الجيش المصري في حلول الإرهابيين. الإرهابيين وصلوا إلى المحطة الأخيرة وهي مرحلة الانتحار. الجيش بيحبط أيضا محاولة الانتحار، يعني قرر الإرهابيون الانتحار هروبا من ضربات ونيران الجيش المصري. وحتى الانتحار، حتى الموت، فشل الإرهابيين في أن يقتنصوه. أحبط الجيش المصري محاولات الإرهابيين في الموت، في الانتحار، لأن هؤلاء فقدوا الأمل. هذا الخبر وهذه المعلومة في تقديري المتواضع أخطر ما يمكن البناء عليه، أننا وصلنا إلى المحطة الأخيرة ووصل هؤلاء إلى اليأس المطبق، اليأس التام. لذلك قرروا الموت، قرروا الانتحار، وحتى هذه الأمنية أفشلها لهم الجيش المصري. تحية من القلب دائمة، التحية موصولة والشكر موصول للجيش المصري والشرطة المصرية على الدوام. وهذا ليس منا ولا فضل ولا تفضل، وإنما هو نذر يسير من حق هؤلاء على المواطن المصري.